هانا ابو القاسم في اهل الجزيره ونعيش الفرحه مع اعضاء النادي الاهلي هناك. كان النادي الاهلي بيتخطى عقبه اوكلاند سيتي بثلاثيه نظيفه. النادي الاهلي تصرف في الكره الموسيقيه جدا. فانا لهذا الكيان العظيم ومعي بقى في هذه اللحظات بعض اعضاء النادي الاهلي، يعني طبعا محاله من السعاده. في البدايه طبعا برحب بيكم عشان فريق النادي الاهلي، وعايزين نعرف بقى ايه رايكم في اداء الفريق النهارده. اداء الفريق كان كويس، انا حسيت ان الفرقه بتاعت اوكلاند ما جاتش الملعب النهارده، بس ده من الخطه بتاعت المدرب نجح فيها النهارده. وكان احمد عبد القادر بصراحه كان نجم من نجوم النهارده، هو ومحمد هاني. وخط الدفاع ما شفناهوش بسبب ان اوكلاند فعلا زي ما انا قلت لك قبل كده ان هو ما جاش النهارده، وده يرجع الفضل للمستر كولر النهارده. احنا شفنا تألق كبير جدا من كل رجال النادي الاهلي النهارده، لو قلت لحضرتك شايف مين رجل مباراه النهارده تديها لمين؟ اللهم صل على حضره النبي حسين الشحات. حسين الشحات ومحمد شريف. يعني طبعا لعيبه النادي الاهلي محتاجين الدعم مننا كلهم، ايه الرساله تحب توجهها لهم؟ ان شاء الله عندنا حلم كبير ان احنا نوصل لابعد نقطه في البطوله دي، والاهلي لعيبه رجاله، والمدرب كولر اثبت ان هو يعني مدرب من طراز خاص، واحنا واثقين فيه جدا جدا، يعني الحمد لله على المكسب النهارده. عايزين نعرف ايه رايك في اداء رجال النادي الاهلي النهارده؟ الحمد لله على المكسب النهارده، وباذن الله نوصل لابعد نقطه، والكل عامل حسابنا، وان شاء الله هناخد البطوله السنه دي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله هناخد البطوله. يعني يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شايف حاله من الفرحه بتسيطر على مقر النادي الاهلي بالجزيره، ولسه طبعا مستمرين مع حضرتك في لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو.